انا بس عشان الوقت عايزه انا جالي دلوقتي الحقيقه خبر، معلش انا اسفه كل شويه امسك دماغي يعني اتخبطت جامد قوي. جالي خبر ان احنا اتصلنا طبعا في اول حلقه ب 16,000 وهما المجلس القومي للامومه والطفوله، ورد علينا راجل محترم جدا جدا جدا. كلمنا دلوقتي بيقول احنا اسمه ايه؟ عبد الحميد حسن، ده من الكول سنتر رد علينا وبلغنا دلوقتي ان هم كمان ربع ساعه بالظبط هيكونوا عند البنت وبياخدوها. ان انا اتكلم من ساعه الا ربع نجده الطفل، فبعد وفجاه على الهوا ويرد عليا بهذا الاحترام وهو ما يعرفش ان ريام سعيد اقسم بالله ولا صبايا الخير ولا اي حاجه، ويكلمني دلوقتي يقول لي ان ربع ساعه هيكونوا عند الطفله بينقذوها. انا مبسوطه ببلدي وفخورة ببلدي، مصر الجديدة، مصر المتطورة، مصر الجميلة، مصر اللي إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هتكون أحسن بلد في الدنيا. نعمل مداخلة معهم بكرة. معانا أستاذ عبد الحميد. أستاذ عبد الحميد. ألو أستاذ ريهام. أستاذ عبد الحميد أهلا بيك. تقول لنا حضرتك إيه اللي تم؟ هو اول حاجه يا فندم احنا تواصلنا مع ديوان عام محافظه الشرقيه ومنسق خاص النجده هناك، واتكلمنا مع وكيل وزاره التضامن. هي عملت تواصل من خلالها، قدرنا الاول ان احنا نوصل لواحده من جيران الطفله، عرفنا كل المعلومات عنها وعرفنا العنوان بالتفصيل، وعرفنا كمان ان الاب عاجز محتاج ان هو يبقى فيه مساعده ماديه. فيعني وكيل وزاره التضامن مشكورا يعني عمل لهم معاش 2000 جنيه يعني بصفة شهرية كل شهر. معاش ايه يا فندم؟ البنت الصغيرة معاش من التضامن الاجتماعي 2000 جنيه كل شهر علشان الأب عاجز، وعموما هو تقريبا عنده تأخر عقلي، ده كلام ناس من الجيران هناك موجودين. اي وبعدين طب هيحصل بالنسبة للطفل الصغير في تحرك بيتم ليه، فإن شاء الله الطفل دوت هناخده هنعمل له إيواء لإحدى الدور التابعة لوزارة الصحة، لأن إحنا خط النجدة يا فندم تابع لوزارة الصحة، إحنا جهة من جهات التابعة لوزارة الصحة، مجلس قومي للطفولة والأمومة. أيوة. الطفل هيتحط في دار مناسبة ليه، علشان في السن دوت بيحتاج نوع معين من الرعاية. بعد كده إن شاء الله بس نتأكد إن هو صحته استقرت وخد التطعيمات. طب والطفلة اللي تم اغتصابها يا فندم هتعملوا فيها إيه؟ الطفلة اللي تم اغتصابها طبعًا إحنا عرفنا بقى الشاب دوت من خلال الجيران هناك، وعرفنا ان في بالفعل ناس عارفينه. اللجنه اللي رايحه بكره ان شاء الله علشان تقابل الطفله هتاخدها وهتخليها تتقدم ببلاغ وهنجيب حقها. لا هي متقدمه ببلاغ يا فندم وهو قدام النيابه، انا بتكلم ان الطفله اللي عندها 12 سنه دي متاخره عقليا وامها متاخره معاك. عقليا وابوها عاجز، مفيش حد بيراعي البنت اللي عندها 12 سنه. تمام، ما هي لو في اي رعايه محتاجاها هنقدر يا فندم ان احنا نساعدها ان شاء الله. وقبل اي حاجه في الفلوس اللي هي المعاش ديت علشان الاسره، علشان لو محتاجين اي حاجه ان هم يعني اي حاجه يقدروا يعيشوا بيها، الدخل بتاعهم يبقى زيد لان هم ما عندهمش دخل شهري تقريبا. طيب انا بشكرك جدا. هي بس المشكله ان هو الموضوع ما كانش قله فلوس على قد ما هو ان البنت مهمله وان البنت تم اغتصابها وقعدت 9 شهور حامل محدش حس بيها ومفيش رعاية ولا بالبنت ولا ببنتها. فأيوة الأب عاجز ومراته متأخرة عقليا، وطبعا كل الشكر لوزارة التضامن إنها خصصت الفلوس دي، ولكن لازم البنت والبيبي يمشوا من البيت ده فورا ويروحوا دار رعاية. هنتابع الموضوع بكرة، وأستاذ ممدوح حسن برضو يتابع مع وزارة التضامن ومع مجلس الأمومة والطفولة، ونشوفكم بكرة على ألف خير وتوحشونا.